ايوه جايز، سلام جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ كويفي معكم من جديد. اليوم بهالفيديو حيكون كثير حلو، حاحكي لكم عن اليوتيوب، كيف انت فيك تجيب 100 دولار باليوم الواحد يعني بشكل يومي من اليوتيوب. شيء طريقه سوبر سهله اي واحد بيقدر يعملها من اي مكان بالعالم، ما بدها راس مال وما بدها اي شيء وما بدها اي خبره ولا لغه، يعني ما بدها شيء، اوكي؟ فبدي اياكم تشوفوا هالفيديو للنهايه، واتش ذا اند شوفوا للنهايه، اذا حبيتوا هالفيديو لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب، وبشوفكم بقلب الفيديو. انجوي جايز. سو جايز، خلينا نبلش هلا بالفيديو. بدي اورجيكم هلا بهذا الفيديو كيف هذا الشاب يلي عمل هذا الفيديو قدر يجيب ارقام هائله من اليوتيوب، قدر يجيب فوق ال 15000 دولار، وكيف نحن فينا نجيب نفس الشيء من فيديو واحد فقط، اوكي؟ فالهدف من هذا الفيديو انه نحن نعرف كيف نجيب 100 دولار باليوم الواحد من اليوتيوب. فخلينا نبلش هلا بالفيديو. ليتس جيت ستارتد. قبل ما نبلش بالفيديو، كيف الواحد بيجيب مصاري من اليوتيوب؟ انا حاقول لكم شغله كثير مهمه، الواحد بيجيب مصاري من اليوتيوب عن طريق الاعلانات الموجوده على الفيديوهات، اوكي؟ وكمتوسط فينا نقول انه اي يوتيوب فيديو بيقدر يجيب على ال 1000 فيو تبعيته، على ال 1000 فيو، على ال 1000 مشاهده بتجي عنده على الفيديو، بيقدر يجيب فيها مصاري بين 2 و 3 دولار كمتوسط، بعض العالم طبعا بيجيبوا اكثر من هيك، بعض العالم بيجيبوا اقل من هيك، بس انه كمتوسط فينا نقول نحن بين 2 ل 3 دولار بال 1000 فيو، يعني اذا عندك انت مليون فيو فانت بتجيب هيك بين 2000 ل 3000 دولار بالمليون الفيو الواحده، اوكي؟ فما بالك اذا عندك انت 10 مليون فيو، 20 مليون فيو، في ارقام هائله، اوكي؟ فرح اعلمكم هون نحن كيف نعمل مثل هالفيديوهات بدون ما نكون احنا موجودين بالفيديو، يعني انا ما لي مضطر اصور حالي، لا، في طريقه ثانيه نجيب فيها مصاري عن طريق اليوتيوب بدون ما نكون احنا موجودين بالفيديو، بدون ما يطلع صوتنا حتى بالفيديو، بدون ما نحط صورنا حتى بالفيديو، اوكي؟ فحيكون يعني الفيديو غير متعلق فينا ابدا، وفينا نعمله من اي مكان بالعالم، ما بهم وين ما كنت يعني ساكن، وما بدك لا لغه انجليزيه ولا لغه فرنسيه ولا اي شيء، يعني اللغه تبعتك شو ما كانت تكون بمشي حالها، اوكي؟ فسوبر كول. بدي اياكم كلياتكم هلا تركزوا معي، تشوفوا الادوات اللي انا هلا حاستخدمها وتشوفوا كيف انا عم بستخدمها، اوكي؟ فخلينا نشوف مع بعض كل شيء على الكمبيوتر على الشاشه مثل ما شايفين هون بالفيديو. انا كتبت هون شيء اسمه توب 5 سيكريتس، انه يعني انه مثل اكبر او يعني او افضل خمس اسرار، تمام؟ فانا حطيت هون توب 5 سيكريتس، وتشوفوا هون مثلا حط لي اول فيديو صار له نازل من 9 اشهر يلي هو اسمه توب 5 او اسمه 5 سيكريتس فيديو اوف ناسا، حاطط فيديوهات لشركه ناسا، تمام؟ وجاي عليه الفيديو هذا 4.7 مليون فيوز، يعني مثل ما يعني مثل ما قلنا اول شيء على كل مليون فيو في عندنا بين 2000 ل 3000، اذا بنقول مثلا متوسط ب 3000، تمام؟ 3000 على المليون فيو، على المليون فيو الوحده، فهذا الزلمه عنده هون تقريبا قولوا 5 مليون فيو، فهذا الزلمه عنده 15000 دولار، طبعا هذا المتوسط، اوكي؟ انا بحكي لكم من تجربتي ومن حسابي على اليوتيوب انه العالم بتجيب مصاري اكثر من هيك بكثير، اوكي؟ يعني 3 دولار مبلغ قليل، في العالم بتجيب اكثر من هيك بكثير، اوكي؟ فنحن عم نعطيهم 15000 كحد ادنى، وهو اكيد 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 بجيب اكثر من هيك، اوكي؟ فخلينا نكمل مع بعض. بنشوف انه هذا الفيديو مثلا اللي تحته هون من سنه نازل فيديو وعليه 12 مليون فيوز، اوكي؟ او مثل هي الصوره هون، صوره اللعبه مثلا، مثل ما شايفين هون نازله من 6 شهور عليها 6.1 مليون فيوز، هذا ارقام، هي ارقام هائله، تمام؟ فنحن هلا كيف بنجيب مصاري مثل هدول العالم؟ نحن فينا نجيب مثل مقاطع موجوده مسبقا على اليوتيوب، نقطعها باي برنامج مجاني عندنا على الكمبيوتر مثل برنامج الاي موفي او اي برنامج ثاني انتم بتستخدموه، تمام؟ بتقطعوا هي الفيديوهات وبتحطوها مع بعض بشكل حلو وبتعملوا تحميل على اليوتيوب. هلا السؤال بيجي من وين نحن بنلاقي هالفيديوهات؟ طلع شو حاعمل؟ بطلع انا على اليوتيوب تبعي لهون، بروح على شيء اسمه الفلتر، تمام؟ وهون في شيء اسمه كرييتيف كومنتس، شفتوها؟ بنكبس عليها مره واحده. شو يعني كرييتيف كومنتس؟ يعني هي الفيديوهات مسموح نحن نحملها مره ثانيه، يعني اعاده تحميل هي الفيديوهات لليوتيوب مسموح، اوكي؟ ما في اي مشكله وما في اي مخالفات قانونيه. كثير منا نحن بخاف انه يحمل فيديو انه ما مو باسمه مثلا على اليوتيوب، لانه هذا الفيديو حينحظر، تمام؟ حيروح الفيديو واليوتيوب حتتزعل منك كثير وحتعمل لك مثل حظر، اوكي؟ فمشان هيك كثير عالم ومعهم حق يخافوا من انه يحمل فيديوهات مو لهم، بس لما نحن نروح على الفلتر ونعمل شيء اسمه كرييتيف كومنتس
لما نعمل كريتيف كومنتس فينا نحمل هاي الفيديوهات بشكل يعني عادي جدا على اليوتيوب، نرجع نربح منها لهي الفيديوهات ونجيب منها مصاري بكل اريحيه. اوكي، شغله كثير مهمه لازم ننتبه عليها، انه لما تكبسوا عليها هون مره احيانا بيكون الفلتر هاد رايح، فنحن دائما نتاكد قبل ما ندور انه نكبس فلتر نشوف عم تضوي يعني بالاسود الغامق. تمام، اذا ما كانت عم تضوي بالاسود الغامق يعني هي مو شغاله. اوكي، فرجاء دائما احنا ننتبه، لانه اليوتيوب احيانا لحاله يعني بشيلها، بس بيحط لك اليوتيوب الطبيعي بدون كرييتيف كومنتس. اوكي، طبعا بعد ما شفنا احنا الفيديو هون هلا حتسالوني طيب انه شو عرفني شو هو المجال يلي بيجي مشاهدات كثيره؟ طبعا انه في كثير مجالات، في عندك مجال البيبي، مجال الفتنس، مجال المجالات مثلا الالعاب، مجال مثلا مجال الاقتصاد، في انه في كثير مجالات بتجيب مصاري، بس اي مجال انا بنصح فيه واي مجال بيجيب مصاري بشكل كبير. قبل ما نبلش اقول لكم شو هي افضل المجالات يلي بنجيب فيها نحن مصاري عن طريق اليوتيوب، بدي اقول لكم انه شوفوا رابح افضل تعليق للفيديو الماضي. هي مثل ما شايفين هو هون عندنا افضل تعليق للفيديو الماضي، الرابح صاحب يعني صاحب هذا الكومنت او صاحب التعليق حيربح $25 عبر الباي بال. اوكي، فاذا انت حابب تكون الرابح الثاني ل $25 تبع افضل كومنت، ما عليك الا تعمل الا انك تعمل كومنت تحت هذا الفيديو بعنوان كيف اربح المال من اليوتيوب. تمام، بكل بساطه بس تحط كومنت وانا بعمل لك لايك وبشوف واذا عندك سؤال حط لي سؤالك تحت هذا الكومنت. تمام، فاذا حابب تشترك مسابقه ما عليك انك تعمل هيك، وبالاضافه انك تعمل سبسكرايب. اوكي، فخلينا ننتقل هلا مع بعض ونشوف شو هي المجال المجالات الاكثر ربحا في اليوتيوب. اوكي، فمثل ما شايفين هون نحن عندنا هون مجال الاكثر ربحا انا برايي هو مجال الالعاب. اوكي، ليش مجال الالعاب؟ لانه مجال الالعاب كثير ناس بتحب تلعب اونلاين، ومو بس تلعب اونلاين، تشوف الناس يلي عم تلعب اونلاين، يعني مو بس انه انا العب، لا انا اشوف الناس يلي عم تلعب اونلاين، وهذا الشيء موجود بشكل كثير كبير. تمام، فمشان هيك هاي من افضل النيشات او من افضل المجالات اللي الواحد بيقدر يشتغل فيها. شغله ثانيه، الشغلات السياسيه، كثير ناس بيحبوا انه يشوف مثلا ماذا فعل اوباما او ماذا فعل ترامب، او انه اكبر ثلاث اخطاء عملها مثلا الرئيس ترامب، او اكبر ثلاث اخطاء عملها الرئيس اوباما. تمام، كثير 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 هي الشغلات بتجيب مشاهدات. تمام، وشغلات ثانيه مثل شغلات مثل انه احدث واسرع وافضل، لما تحطوا انتم مثلا توب 5 مثلا، بس انه مثلا توب بيست كذا، او توب 5 كذا، او توب 3 كذا. تمام، تحط مثل صفه بعد التوب رقم، يعني توب رقم صفه، توب رقم صفه، او بيست رقم صفه، ذا موست رقم صفه. عرفتوا كيف؟ هدول الشغلات بتجيب لنا مشاهدات بشكل كثير كبير، والمجالات هي دائما بتكون مثل ما قلت لكم انا بنصحكم تكون بمجال الالعاب والمجالات السياسيه. اوكي، لانه هي المجالات حتجيب لكم مصاري بشكل كثير كبير، والمتابعين اللي بيتابعوا هالشغلات بيكونوا عن جد انه واو، بيحبوا هالشغلات وبيتابعوا فيديو ورا فيديو فيديو ورا فيديو. اوكي، فاذا انت بتحب مثلا اي لعبه من الالعاب اللي عم تلعبها انت بالعاده اونلاين، بس حمل فيديوهات عن هي الالعاب، لاقي افضل اللقطات وافضل الفيديوهات، اجمعها مع بعضها، اعملها فيديو، ظبط شوي الصوت وحط ثامب نيل حلوه. هلا حسالني شو يعني الثامب نيل حلوه؟ مثل ما شايفين احنا هون عندنا هلا على الشاشه، في عندنا هي الصوره هي الصوره المستطيله اللي هون. تمام، هي الصور هدول اسمهم ثامب نيل. تمام، فنحن لازم نلاقي ثامب نيل حلوه ونعمل وحده احلى منها. كيف نحن بنعمل احلى منها؟ اذا يا اما نحن نشتغل عن طريق الفوتوشوب، او اذا نحن ما بنعرف نشتغل عن طريق الفوتوشوب بنروح على موقع اسمه فايفر. رح نروح لهون على موقع الفايفر، مثل ما شايفين هون هذا الموقع اسمه فايفر، بنروح لهون ب $5 نحن بننقي واحد يعمل لنا ثمب نيل. فشو نحن بنكتب هون؟ بنكتب هون ثمب نيل، ثمب نيل يوتيوب، ثانيه شوي، ثمب نيل. مثل ما شايفين هون يعني ب $5 بيقدر الواحد يعمل ثمب نيل مثل هذا الشاب اللي هون شايفينه، يعني تقريبا 4.6 يورو، يعني $5 بيعمل لك الثامب نيل اللي بدك اياها، شيء سوبر سوبر كول. فهلا عشان اعرف انا قديش مثلا الشانل هي تبع انه اي شخص عم بتجيب مصاري قديش عم بتجيب مصاري، شو بعمل؟ بروح على موقع اسمه سوشيال بليد. شو اسمه؟ سوشيال بليد. فنحن شو بنروح هون؟ بلش بانا بقناتي، اكتب كويفي. اوكي، بعد ما كتبنا كويفي هون رح نشوف انه عم بيقول لي انه انا بطلع بالشهر الواحد بين ال 100 و150 ل 2400. تمام، بشهر الواحد يورو، بالشهر الواحد. انا بحب اقول لكم انا بطلع رقم بالنص تماما، يعني ما بطلع 2000 وما بطلع 100، بطلع تقريبا 1000 وشوي، احيانا 1100 احيانا 1200 بالشهر الواحد. اوكي، ففينا نقول انه هذا الرقم كثير صحيح، نحن بناخذ الرقم المتوسط، يعني بالنص بناخذ الرقم اللي بالنص. اوكي، فخلينا نشوف مثلا احد القنوات، لنشوف مثلا هي القناه اللي عم طلع بس قناه يعني بس العاب. اوكي، فانا شو بعمل؟ بروح على القناه، باخذ اسم القناه وبرجع لهون، وقف اول شيء، بعمل لهون بيست،
بعد ما عملنا على فيس هلا بنشوف هون شو حيطلع لنا نتيجة. اوكي ما طلع لنا شيء كثير كول. او باخذ الاسم تبعه، برجع باخذ بفقر الاسم وبحطه هون بعمل اب. اوكي وهون لقينا القناة، نكبس عليها مرة واحدة بنشوف هذا الزلمة قديش عم يطلع مصاري. هذا الزلمة عم يطلع مصاري بين 700 وشوي لل 11400. اوكي فاذا بناخذ نحن رقم متوسط يلي هو حيطلع مثلا 6000 او 5000، هذا يطلع 5000 بالشهر الواحد. يعني بالسنه هو مثل عم بيقول انه بيوصل ارباحه لل 137000، فنحن بناخذ النص تماما، فهو حياخذ تقريبا 65 ل 70 الف دولار بالسنه الوحده. اوكي من فيديوهات العلاقة بشو؟ العلاقة بهيك شغلات، يعني شغلات يعني مثل الكرتون، تمام؟ فشي سوبر ايزي، ما صعب ابدا. نحن بس بنجيب فيديو بنعمل له تقطيع وبننزله عن، يعني سوري، بنجيب فيديو من الكرييتيف كومنز بننزله عنا، بنعمل لهم تقطيعات للفيديو، بنظبطهم بشكل حلو، بنلاقي الثامنيل مرتبه، يا اما نحن بنعملها عن طريق الفوتوشوب، او نحن بنروح على موقع الفايفر وبنعمل لها مثل بنشتري ثامنيل ب 5 دولار، وبعدين بنحط هي الشغلات كلها على اليوتيوب. التحميل على اليوتيوب مجاني، اي واحد فيه يحمل شو ما بده مجانا، تمام؟ ونظبط العنوان يكون عنوان شيء مشابه للعنوان الموجود، مثلا اذا هذا العنوان مثلا يقولوا عم يجيب مثلا مليون فيو مثلا، اوكي انه هذا العنوان والله جاب مليون فيو، فنحن بنعمل عنوان مشابه لهذا العنوان. اوكي مو نفسه، مو كوبي بيست، مو نسخ لصق، لا، شيء مشابه لهذا العنوان. اوكي وثمنيل بتكون شيء مشابه لهذا الثمنيل بس تكون احلى منه، وساعتها نحن بنكون عملنا كل شيء نحن بنحتاج انه نعمله لنصير ناجحين باليوتيوب. اوكي وطبعا نحن التكرار دائما هو بيجيب النتيجه، فنحن بنعمل مره مرتين ثلاثه واربعه وخمسه وحتظبط معنا مليون بالميه. اوكي يو جايز، سو هيك بنخلص الفيديو تبعنا لليوم، بتمنى يكون عجبكم، استفدتوا واخذتوا معلومات سوبر قيمه. يلي حب الفيديو يعمل سبسكرايب، اوكي، ويلي حاب يشترك معنا بمسابقه افضل تعليق، ما عليك الا انك تعمل تعليق يكون مكتوب فيه كيف اربح المال من اليوتيوب، ونحن حنقي بالفيديو الجاي الرابح بشكل سوبر عشوائي. اوكي وكمان شغله كثير مهمه، يلي عنده خبره بمجال اليوتيوب او وربح ولو سنت واحد فقط، اوكي، يحط لنا خبرته بمجال اليوتيوب بقلب الكومنت ويقول لنا هو شو عمل وهو شو سوى، تمام، لحتى المتابعين البقايا والناس يلي عم يشوفوا الكومنتات يقدروا يستفيدوا من خبرتك ومن الشغلات يلي انت عملتها، ومشان نتجنب الاخطاء يلي انت عملتها. اوكي فرجاء انا الحق اراهم كل الكومنتات، ويعني كثير كثير متشوق شوف كل واحد شو عمل بمجال اليوتيوب. اوكي فبتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، لا تنسوا تعملوا سبسكرايب، وبشوف أشوفكم بالفيديو الجاي. Peace guys.